سانت كاترين لابوريه ب 2 ايار سنه 1806 بضيعه صغيره بفرنسا اسمها فالي موتيه ولدت بعائله لابوريه بنت سموها كاترين. كان في قبلها بنت وست صبيان. البنت الكبيره اسمها ماري لويز عمرها 12 سنه. بس شافت اختها الصغيره فرحت كتير وقالت: شوفوا عيون اختي شو حلوين، لونهم ازرق مثل لون السما. وتاني يوم بثلاثة ايار 1806 نالت كاترين سر العماد. بيا كان مزارع يشتغل من كل قلبه تيعيش عيلته، وإما كانت معلمة قبل ما تتجوز. وهي كمان فرحت كتير لأن اجتها بنت تانية بعد ست صبيان، وبعد سنتين رح بتولد بنت تسميها تونين، وآخر ولد صبي سموه أوغوست. عيلة كبيرة وشغل كتير أثروا على صحة أمها، ولما توفت كان صار عمر كاترين 9 سنين. كان هالحدث مؤلم للعيلة كلها وخاصة لكاترين. وبيوم طلعت على كرسي تطال شخص العذراء وعبطتها وقالت له: ماما علمتني اني حبك، ساعديني اكون امي كل حياتي. وكبرت كاترين وصارت هي تهتم بامور البيت بعد ما راحت اختها ماري لويز تتصير راهبه. ولما نهار الاحد كانت ترافق بيا على القداس كانوا الجيران يقولوا: شو هالصبية الحلوة والشاطرة وشو تقية، بتصلي من كل قلبها. وكانوا كلهم يحبوها. بعد فترة قالت لأختها تونين: بحب يسوع من كل قلبي وحب أعطيه كل حياتي، بس رح أنطر لتصيري أنت تقدري تحملي مسؤولية البيت. مبارح زعل البابا لما قلت له انه ما بدي اتجوز ابن الجيران، بدي صير راهبة. وقال: ما بكفي ماري لويز كمان انت، هالمرة مش رح اقبل. بليلتها بصرت بنومة كاترين انها بكنيسة الضيعة عم بتصلي، وفي خوري ختيار ما بتعرفه عم بيقدس، وكان وجهه فيه حنان وتطلع فيها. بس هي استحت وظهرت من الكنيسة وراحت تشق على جارتها المريضة. وهونيك وبعد عم تحلم شافت هالخوري الختيار اللي قالها: بتحب تخدمي المرضى؟ هيدا جزء من مشروع الرب لإلك. وعيت من النوم وقلبها فرحان وراحت عند بيا وقالت له: ما تزعل يا بابا، ما في إلا يسوع بعبي قلبي فرح. اسمح لي روح لعند الراهبات، هلأ تونين صارت قادرة تدير شؤون البيت. وسمح لبيا وباركها وراحت لعند راهبات المحبة. ولما وصلت طلبت تحكي مع الرئيسة، وهي وناطرتها بتشوف صورة هالخور الختيار اللي حلمته بنومه، وبتسأل: مين هو؟ بتجاوبها الرئيسة: هيدا بينا ومؤسسنا مار منصور سان فينسان دو بور. بتفرح كاترين وبتقول: هلأ اتأكدت انه هون بدو ياني الرب انه كون. ودخلت كاترين دير الابتداء الموجود بباريس، حتى اليوم بعده موجود بشارع ريدو باك رقم 140. وكانت حاسة بفرح كبير وبسلام، وتصلي من كل قلبها وتشكر العذراء اللي رافقتها كل يوم من أيام حياتها.
وهونيك ليلي كانوا كل الرهبات نايمين بتوعى كاترين عصوت عم بيعيط لها. صار لها بوري، صار لها بوري. بتقوم بسرعة وبتشوف ولد صغير عمره 4 أو 5 سنين بشع نور. بيقلها تعال كنيسة العذراء ناطرتك. ولما شاف انها خايفة توعي الرهبات قال لها طمن بالك هلأ الساعة 11:30 بالليل وكل الرهبات نايمين، يلا عجلة. لبست بسرعة ولحقته ونزلوا على الدرج اللي بيوصل على الكنيسة، وبس وصلوا كان باب الكنيسة الكبير الخشب مسكر. مد أصبعه الولد وبس لمس الباب انفتح. وكانت الكنيسة مشعشعة مثل ليلة عيد الميلاد. وصلت كاترين وركعت وسجدت ليسوع بالقربان. ولما قال الولد الصغير اجت العذراء، اجت ملكة السماء والأرض، سمعت كاترين مثل صوت فستان حرير، وشافت مريم العذراء جاي من السكرستية. وبس وصلت قدام بيت القربان انحنت مريم وسجدت لابنها وإليها يسوع، وراحت قعدت على الكرسي مطرح ما بيقعد الخوري وقت القداس. وقربت كاترين بفرح وركعت قدام مريم وحطت ايديها على ركابها مثل الولد اللي بيرتمي بحضن امه. وبتقول كاترين كانت هاللحظات اروع لحظات حياتي. قالت لمريم الرب بده يطلب منك شي مهم، بعدين بقلك شو هو، وكل شي بقلك بتقوليه بس للخوري المسؤول عنكن بير ألادين. ما تزعلي اذا بالاول مش رح يصدقك، بس أنا بساعدك وإرادة الرب بتصير بوقتها. تعوا دايما على القداس وصلوا، هون القربان المقدس بيعطي القوة والنعم للكل كبار وصغار. وعدت كاترين العذراء مريم إنه تسمع كلمتها وتعمل من كل قلبها كل شي لازم تعمله، وتصلي للمرضى وتعلم الكل إنه يلتقوا بالرب بالقداس حتى يتقدس كل إنسان وكل العالم. كانت هالليلة بين 18 و19 تموز سنة 1830، ليلة عيد مار منصور. وراحت العذراء وراح النور. ولد الصغير وصل كاترين عقودتها، قعدت بفرشتها ومن فرحتها ما كانت تقدر تنام، وسمعت الساعة عم بتدق 2، يعني بقيت 2:30 مع العذراء. تاني يوم راحت تقول للأبونا ألادال إنها شافت العذراء. وشو قالت له؟ أكيد ما صدقها وفكرها عم بتألف قصص، بس هي بكل احترام وشجاعة خبرته كل شي. وكانت كل يوم تصلي أكتر وأكتر للعالم المجروح بالحروب، تصلي لوطنها فرنسا، تصلي للرهبنة اللي هي فيها، تصلي لأهلها واللي بتعرفن. وكانت عايشة على أمل ترجع تشوف العذراء مثل ما وعدتها مريم. وبـ 27 تشرين الثاني 27 نوفمبر كانت كاترين مع الرهبات بالكنيسة عم بيصلوا صلاة المساء. سكتوا تا يسجدوا للرب ويصلوا من قلبهم. وفجأة
سمعت كاترين صوت خشخشة فستان حرير مثل ما سمعت أول مرة، وشافت العذراء واقفة وبتشع نور، حاملة بإيديها مثل طابة صغيرة وهي الكرة الأرضية، وعرفت إنه مريم عم بتصلي للعالم كله. أمنا مريم عم بتصلي لكل شخص بهالعالم. بعدين فتحت مريم إيديها وشافت كاترين خواتم حلوة كتير، خواتم بتشع نور وخواتم مطفية. وقالت لمريم: الخواتم اللي بتشع نور هي نعم ليلي بيطلبوها، والخواتم المطفية هي نعم بينسوا الناس يطلبوها. وبعد شوي شافت كاترين كلمات بأحرف من ذهب حول مريم: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. وقالت للعذراء: قولي لأبونا ألاديل يطبعوني بهالشكل، وكل يلي بيلبسوها بإيمان بينالوا نعم كتيرة. وبرمت القونة وشافت كاترين صليب يسوع معلق فيه حرف الأم ماري، وتحته قلبين، قلب يسوع المكلل بالشوك وقلب مريم المطعون بالحربة، وهن علامة حب لكل الناس، وحوليهم 12 نجمة بيرمزوا ل 12 تلميذ يعني الكنيسة. تاني يوم خبرت كاترين كل شي شفته لبير ألاديل يلي راح لعند المطران وطلب منه إذن بطبع القونة. وهالقونة أوام انتشرت بين الناس وصاروا يحبوها ويلبسوها بإيمان ويصلوا من كل قلبهم. منشكرك يا أمنا العذراء يلي دايما بترافقينا وبتساعدينا على طريق القداسة لمجد الآب والابن والروح القدس. آمين. الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. صلي لأجلنا، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. صلي لأجلنا، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. يا مريم البريئة، يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. صلي لأجلنا، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. صلي لأجلنا، صلي نحن الملتجئين إليك. و
وخلص زمن الابتداء، وصارت كاترين راهبة من راهبات المحبة، وفي بقلبها فرح كبير لأنها حققت حلمها إنه تكون كلها ليسوع بخدمة الفقراء. تعينت ببيت بيستقبل الفقراء الختيارية اللي ما عندن حدا يهتم فيهن. كانت تطبخ وتنظف وتخدم هالخمسين ختيار وختيارة اللي كانوا يحبوها كتير، لأن هي كانت تحترمهم وتحبهم من كل قلبها وتساعدهم على تحمل أوجاعهم. وكانت تشتغل كتير تيضلوا نضاف وتيابهم مرتبة وكل شي بهالبيت ريحته طيبة. وهونيك يوم قالت الرئيسي للراهبات: بدي أعطيكن اليوم قوني كتير حلوة، العذراء بذاتها ظهرت عراهبة من راهباتنا ما منعرف مين هي، وطلبت منا نشر هالقونة. وصاروا الراهبات يقولوا: مين هي؟ مين هي؟ نيالة. وما عرفوا أبدا إنه هي رفيقتهم كاترين يلي كانت تطبخ وتجلي وتنظف وتهتم بالدجاجات، وخلت هالسر بقلبها لأنه العذراء قالت لها: خبري بس أبونا ألادال. وسمعت منها الكلمة بكل تواضع: يا قديسي كاترين، علمينا نحب مريم مثلك ونسمع كلمتها دايما. مريم الأم الحنوني طلبت من كاترين طلب جديد: قولي لأبونا ألادال يأسس أخوية يسميها أنفان دو ماري. شو هالفرحة الكبيرة إنه نكون أبناء مريم ونمشي عخطاها بمحبة الله وخدمة الناس، وهي دايما سهراني على كل إنسان لأن كلنا ولادها. من وقت لوقت كانت أختها تونين تجي تشق عليها وتعطيها أخبار عن العيلة، ويا فرحتها لما خبرتها تونين إنه ابنها بده يصير خوري عزاري. وراحت كاترين معه وعرفته على الرئيس اللي استقبله بفرح وحضروا تيصير كاهن بخدمة الرب والفقراء. بقيت كاترين سنين ناطرة إنه يخلص شخص العذراء يلي حامل الكرة الأرضية، ولما شفتها قالت: العذراء مريم أحلى بكتير. مثل ما قالت برنادات سوبيرو يلي شافت العذراء بلورد لما سألوها: هاي كانت الست اللي شفتيها؟ لا، بتجاوب برنادات، أحلى بكتير. منتذكر إنه بالورد ظهرت مريم لبرنادات وقالت لها: أنا يلي حبل بها بلا دنس، يعني حبل بها بلا خطية. وكان هالظهور سبب فرح كبير لكاترين يلي علمتنا نردد معها: يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا نحن ملتجئين إليك. وبسنة 1842 راح شاب يهودي اسمه ألفونس راتيسبون يزور صاحبه بإيطاليا مسيو دو بويسير يلي خبروه عن ظهورات العذراء، ولبسوا قوني قبلها ألفونس حتى ما يزعل صاحبه. وراحوا سوا يمشوا بشوارع روما تيوصل مسيو دو بويسير مكتوب لخوري صاحبه. لما وصلوا طلب من ألفونس إنه ينطروا شوي بالكنيسة تكين حكي مع الخوري، وصار ألفونس يمشي ويتفرج على الكنيسة، وفجأة بيشوف العذراء عم بتشع نور حلوة مثل القونة اللي عطاياها صاحبه. ركع وحس بقلبه كل الحنين والمحبة اللي بقلب مريم. وبس وصل صاحبه
شافه عم يبكي ووجهه منور من الفرح. قال له ألفونس: ما قالت لي شي، بس فهمت كل شي. وبعد فترة طلب انه يتعمد وصار كاهن مكرس كل حياته للرب. بسنة 1870 عاشت فرنسا ايام صعبة، حرب، قتل، دمار، وتحول داي الريي لأمبولانس يهتموا فيه بالجرحى. بليلتها بصرت بنوم كاترين العذراء اللي سألت عن الريسي. قالت لكاترين: من هون؟ قالت للعذراء: وليلى تروح عالجنوب نطمي بالا، أنا رح ضل هون محلة وإحمي هالبيت، وبواحد وثلاثين أيار رح ترجع. وبعد كم يوم إجوا الثوار وسألوا عن شخصين مجروحين تياخدون ويقتلون. وقفت قبالن الريسي وما خلتن يفوتوا، وقفوا وراها الرهبات وما خلوا حدا يفوت. فراحوا الثوار وقالوا بغضب: رح نرجع بكرة وناخد الريسي على الحبس. خافوا الرهبات، بس كاترين تذكرت كلام العذراء: لما بيشتد الخطر ما تخافوا، رح كون معكم وإحميكم. وهي كانت تشجع رفقاتها وتحارب العنف والبغض بسلاحها الوحيد، القونة اللي عطتها للثوار اللي كانوا يطلبوها منها. ويوم اللي راحت الريسي على داير تاني بالجنوب، قالت كاترين لرفقاتها: ما تخافوا، العطرة رئيستنا. بتسعة وعشرين نيسان دخلوا الثوار عالدير بالقوة تيقتلوا الرهبات. لقيون راكعين عم بيصلوا ويسجدوا للقربان المقدس، فتراجعوا عن مشروعهم. لما راحوا قالوا الرهبات: أحسن إنه نروح عدير تاني. وراحوا على أمل إنه يرجعوا بأقرب وقت. وتاني يوم لما رجعوا الثوار وما لقيوا حدا من الرهبات، غضبوا كتير وصاروا يكسروا بسلاحهم شخص العذراء. بواحد وثلاثين أيار بعد ما رجع الهدوء للمنطقة، رجعوا الرهبات والتقوا بفرح كبير وصلوا مع بعضهم صلاة شكر للعذراء. وأخذت كاترين التاج الذهب يلي خبته قبل ما يروحوا، وكللت فيه مريم ملكة السماء والأرض. وصار يجي رهبات جديد عالدير ما بيعرفوا كاترين، بس كانوا يحبوا يصلوا المسبحة معها لأنها كانت تصليها بكل خشوع. بعمر السبعين سنة راحت لآخر مرة على ريودباك تتعمل رياضة روحية، وكانت السخونة تجبرها تمضي وقت أكتر بالإنفيرميري. توفت كاترين لابوري بواحد وثلاثين كانون الأول 1876، وراحت تلاقي بالفرح والمجد العذراء اللي حبتها واشتقت لها كل ايام حياتها. وانتشرت القونة بسرعة وصاروا يحبوا يلبسوها الكبار والصغار، الأصحاء والمرضى. ومش بس بفرنسا، بأوروبا وبأفريقيا وبكل العالم. بواحد وثلاثين أيار سنة 1980 راح البابا يوحنا بولس الثاني وزار كنيسة ريدوباك، وصلى وشكر مريم على كل النعم اللي عم تستمدها من الرب لكل الناس. ونحن معه منقول بعد مرة: يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية،
صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. نحن الملتجئين إليك.